بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والأربعون. الثعلب. الثعلب أكثر الحيوانات احتيالا ودهاء. الثعلب مبتدأ، أكثر خبر مضاف، الحيوانات مضاف إليه، احتيالا تمييز، وحرف عطف، دهاء معطوف على احتيالا. والإنسان ينسب إليه حيلا كثيرة غير صحيحة. الواو حرف عطف، الإنسان مبتدأ، ينسب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ إليه متعلقا بينسب. حيلا مفعول به، كثيرة نعت أول غير نعت ثان، وهو مضاف، صحيحة مضاف إليه. منها أن ثعلبين التقيا في مكان فسأل أحدهما الآخر عن محل إقامته. منها شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. أن حرف مشبه بالفعل. ثعلبين اسم أن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. التقيا فعل ماض مبني على الفتح، والألف ألف الاثنين، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع مبتدأ مؤخر في مكان متعلق بالتقيا. الفاء حرف عطف، سأل فعل أحد فاعل مضاف، هما مضاف إليه، الآخر مفعول به، عن محل متعلق بسأل، ومحل مضاف إقامة مضاف إليه، وإقامة مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. فأجابه أنه يسكن في ساحل النهر حيث يمتص قصب السكر. الفاء حرف عطف، أجاب فعل وفاعل بمعنى رد له الجواب، والهاء ضمير متصل مفعول به أول، أن حرف مشبه بالفعل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن، يسكن فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به ثان. في ساحل متعلقا بيسكن، وساحل مضاف نهر مضاف إليه، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه للفعل يسكن، وهو مضاف، يمتص فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل جر بالإضافة. قصب مفعول به مضاف، السكر مضاف إليه. فقال الآخر، تعال معي إلى بلدة كذا حيث أغنيك عن مص القصب الذي لا تنال منه قطرة إلا بعد المشقة الشديدة. الفاء حرف عطف، قال فعل الآخر فاعل، تعال فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، معي ظرف مكان مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، إلى بلدة متعلقا بتعالى، وبلدة مضاف كذا اسم كناية مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه للفعل تعالى. أغني فعل وفاعل كمفعول به عن مص متعلقا بأغني، ومص مضاف القصب مضاف إليه، الذي اسم مفصول مبني على السكون في محل جر نعت للقصب لا نافية. تنال فعل وفاعل منه متعلقا بتنال، قطرة مفعول به إلا حرف استثناء ملغا بعد ظرف زمان مضاف المشقة مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بتنال، الشديدة نعت للمشقة. فترى فيها المشمش ألوانا وغيره من الثمار اللذيذة. الفاء حرف عطف، ترى فعل وفاعل، فيها متعلق بترى، المشمش مفعول به، ألوانا حال من المشمش، وحرف عطف غير مضاف هو مضاف إليه. من الثمر شبه الجملة في محل نصب نعت، اللذيذة نعت للثمار، وجملة غيره من الثمار اللذيذة معطوف على المشمشة. فتبعه حتى إذا بلغ تلك البلدة دخل بستانا كثير الأشجار. الفاء حرف عطف، تبع فعل وفاعل هو مفعول به حتى حرف عطف،
إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق بدخل بلغ فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل جر بالإضافة تلك مفعول به البلدة نعت دخل فعل وألف الاثنين فاعل بستانا مفعول فيه كثير نعت لبستانا مضاف الأشجار مضاف إليه وفيه من المشمش شيء كثير الواو واو الحال فيه شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم من المشمش متعلقا بكثير شيء مبتدأ مؤخر كثير نعت لشيء فأخذ يأكلان بشرح شديد الفاء حرف عطف أخذ فعل ماض من أفعال الشرع يعمل عمل كان والألف ألف الاثنين مبني على السكون في محل رفع اسم أخذ يأكلان فعل مضارع والألف ألف الاثنين في محل رفع فاعل والجملة الفعلية في محل نصب خبر أخذا بشرح متعلقا بيأكلان شديد نعت فأحس بهما البستاني وهرول نحوهما بعصاه ألفاء حرف عطف أحس فعل ماض بحرف جر زائد هما ضمير متصل في محل نصب مفعول به البستاني فاعل وحرف عطف حرول فعل وفاعل نهو ظرف مكان مضاف هما مضاف إليه بعصا متعلقا بهرول وعصا مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه ففر الأول أما الثعلب الآخر فلكونه غريب الدار هناك لم يستطع على الفرار الفاء حرف عطف فر فعل الأول فاعل أما حرف شرط الثعلب مبتدأ آخر نعت الفاء حرف واقع لجواب الشرط لكون جار ومجرور متعلق بالفعل يستطع كوني مصدر كان يعمل عمل فعله والهاء ضمير متصل في محل رفع اسم كون غريب خبر كون مضاف الدار مضاف إليه هناك ظرف مكان وهو متعلق بمحذوف نعت لام حرف جزم ونفي وقلب يستطع فعل مضارع مجزوم بلم وفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ على الفرار متعلقا بيستطع فقبض البستاني عليه ثم ناداه رفيقه من بعيد أين الملتقى؟ الفاء حرف عطف قبض فعل البستاني فاعل عليه متعلقا بقبض ثم حرف عطف نادى فعل هو مفعول به رفيق فاعل مضاف هو مضاف إليه من بعيد متعلقا بنادى أين شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم الملتقى مبتدأ مؤخر والجملة الإسمية في محل نصب مقول قول وتقديرها ثم ناداه رفيقه من بعيد بقوله أين الملتقى فأجابه صباحا في سوق الفراء الفاء حرف عطف أجاب فعل وفاعل هو مفعول به صباحا ظرف زمان وهو متعلق بفعل محذوف تقديره نلتقي في سوق متعلقا بفعل محذوف تقديره نلتقي وسوق مضاف الفراء مضاف إليه وتقديرها فأجابه نلتقي صباحا في سوق الفراء يعني أنه سيذبح ويسلخ قبل الصباح ويعرض جلده للبيع في السوق يعني فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في أجاب أن حرف مشبه بالفعل والهاء اسم أن السين حرف استقبال لا محل له من الإعراب يصبح فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به للفعل يعني الواو حرف عطف يسلخ معطوف على يذبح قبل ظرف زمان مضاف الصباح مضاف إليه الواو حرف عطف يعرض معطوف على يسلخ يعرض فعل مضارع مبني للمجهول جلد نائب فاعل مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه للبيع متعلقا بيعرض
في السوق متعلقا بيعرض أيضا. والله أعلم بالصواب.